هنتكلم عن السمنة في الأطفال والمراهقين، لأن السمنة في الأطفال المراهقين في ازدياد مستمر، مش بس اكتشفنا أنها في الدول ذات الدخل العالي، لا كمان في الدول النامية والدول الفقيرة بتزداد بصفة مستمرة ومتزايدة. فلازم نشوف حلول للسمنة، نعرفها، نعرف ازاي نمنعها، نعرف ازاي نعرفها، ونعرف مضاعفاتها وازاي ممكن نعالجها لو حصلت. والسمنة الحقيقة ما بتتشافش بالنظر، يعني مش ابص على الطفل اقول ده سمين، لو انا شفتها بالنظر ده اوريدي متاخر جدا. السمنه قاسم مشترك اعظم وراء كل الامراض، من اول امراض الشرايين والقلب والضغط والسكر وتاخر الحمل وبعض انواع السرطانات بتزيد في مرضى السمان، غير طبعا المفاصل و و و و. فاي حاجه من الامراض اللي بقولها دي، لو اي حد راح لدكتور اول حاجه هيقول له خس، يعني لو خدنا ايتم ايتم او حاجه او مرض يبقى علاج السمنه ده حاجه مهمه جدا يعني، وللاسف بتتاخد على انها حاجه بسيطه، وهي حاجه مش بسيطه. العلاج لوحده مش كافي، ولا الرياضه لوحدها والغذاء كافي، الاثنين مع بعض بيكملوا بعض. ما ينفعش ان انا اخد علاج واقول ده هو العلاج ده اللي هاخده هو اللي هيخسسني بس وهيمنع السمنه وهيقللها، لا، لازم هنمارس الرياضه، لازم غير من عاداتنا السيئة. الناس كلها دلوقتي ما بتمشيش، لازم الواحد يمشي على الأقل نص ساعة 5 أيام في الأسبوع، ناكل الأكل الصحي، نبعد على الوجبات الجاهزة، وناخد العلاج اللي يساعدنا على كده. المضاعفات اللي بتسببها سمنة مضاعفات كثيرة وكبيرة، وبتؤدي في الآخر في حالات مش قليلة إلى وفيات، أو مضاعفات بتؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة بالنسبة للمريض. دي حاجة بتستدعي ان احنا نركز على الموضوع دوت، ونعمل ما يسمى call for action، او ناخد خطوات فعالة علشان نحارب مشكلة السمنة اللي منتشرة حاليا. والمشكلة اكبر كمان في الاطفال، لان كانت الوسائل المتاحة للتدخل في الاطفال كانت قليلة جدا، مع وجود الادوية الجديدة اللي بتخلي في فقدان في الوزن، وابتدى كمان في مرحلة من المراحل انت عارفة ان احنا بنتدخل على حسب الحالة الصحية، في بعض الحالات بنقول بس نحافظ على الوزن، وفي بعض الحالات بنقول هنتدخل بدواء، وفي ادوية جديدة الحمد لله نزلت للسن بتاع الاطفال، او ممكن نتدخل بجراحة في الحالات اللي بتزيد فيها مؤشر الكتلة عن 40%.